السلام عليكم. في هذا الفيديو غنقدم لكم الشباكيه بواحد الطريقه سهله وبسيطه. تابعوا معايا الفيديو للاخير. هذه هي النتيجه ديال الشباكيه. بالنسبه ليا كنديرها رقيقه، ما كنديرهاش غليظه. وبالنسبه للعسل، شرب العسل كنحتاج هنا في المقادير. عندي هنا كيلو ديال الطحين، كناخذ نوعيه مزيانه. عندي هنا 4 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، معلقه غير صغيره. عندي هنا راس معلقه ديال الخميره ديال الخبز، هي واحد الفتيته. عندي هنا الملحه تقريبا واحد ربع معلقه غير صغيره، بالنسبه هذه المعلقه المعلقه ديال القهوه. عندي هنا كاس ديال الزنجلان ما يعادل 120 غرام، كاس ديال اللوز ما يعادل 120 غرام، معلقه ديال القرفه. بالنسبه للقرفه درت معلقه غير صغيره، وهنا معلقه كبيره ديال حبه حلاوه النافع. بالنسبه للوز والزنجلان كنسخنهم واحد شويه وكنطحنهم، كنضيف المكونات. بالنسبه لهاد الحبيبات الغلاط اللي كيشدوهم الغربال كنعاود كنطحنهم، لان هادو هما اللي كيقطعوا لكم العجينه. بعد ما خلطت المكونات الناشفه كنضيف هاد المكونات هادو. عندي هنا مسكه الحره، 4 ديال الحبات، صفر ديال البيضه، كاس معمر ديال الزيت، كاس معمر ديال الزبده. بالنسبه للزبده عندي هنا الزبده كنطيبها تقريبا واحد 10 ديال الدقائق على نار مهيله حتى كتنشف من الحليب، ربع كاس ديال الخل، نص كاس ديال الماء اللي رقدت فيه زعفران الحر شعره، وكنضيف الباقي ديال الماء زهر، كنضيف المسكه الحره. صفر ديال البيض، كنضيف الزبده، كنضيف الزيت، كنضيف هنا الكاس ديال الماء اللي خلط نص ديال الكمية ديال الماء ونص ديال الكمية ديال الماء زهر. بالنسبه للماء صفيت شعيره ديال الزعفران الحر، وكنضيف ربع كاس ديال الخل. بالنسبه للماء ديما يعني كنضيفو غير بشويه بشويه باش ما تجريولهاش العجينه، ديما ما تضيفوش الماء يعني مره واحده، كتبقاو تضيفو غير بشويه بشويه. كنضيف في الاول الخل ربع كاس، وكنبقى نضيف هاد المكونات هادو غير بشويه بشويه، كنبقى نخلط. كنضيف الماء، هنا غادي نزيد واحد شويه ديال الماء. صافي، هذا هو القياس ديال العجينه ديالي. بالنسبه ليا خدات لي كاس مخلط ما بين الماء وما زهر، وكاس ديال الماء
ديما كتردوا البال يعني فاش كتضيفوا الماء باش ما تجريولهاش العجين، وكيبقى ثاني بالنسبه لكم على حساب الطحين، كاين الطحين اللي كيشرب وكاين الطحين اللي ما كيشربش. بالنسبه للعجينه مباشره ما كنخليهاش ترتاح، غير كنجمعها وكنديرها انا في الروبو ديال الكفته، كندوزها في الروبو ديال الكفته كامله. صافي بعد ما طحنتها كامله كنعاود كنجمعها. صافي كنجمعها بحال هكا. فاش كتكون العجينه مزيانه راه ما كنديروا لا طحين لا حتى شي حاجه لان راه ما كتلصقش. كنطوي بحال هكا نقلب الجهه الاخرى. صافي كنطوي وكندير في السلوفان. صافي بعد ما ساليتكم كاملين ديما كنبدي بالكميه اللي بديت في الاول. كناخذ قطعه ديال العجين كنسرحها شويه بالوراق ولا شويه ماشي بزاف. كندوز في الوراقه في الاول في الغليظ. من بعد كندوز في رقم 6 كنقطع 5 ديال الاشريطه، كندير جوج فوق جوج. هذا اللي بقى كنديرو هنا كنجمع هذا مع هذا
وكنقلب هاد الزوج لهاد الجهه هادي، وهنا كنزيه. نعاود معكم وحده، هي عندي خمسة ديال البشريطة، كندير جوج فوق جوج، كنقلب هذا اللي بقى بوحدو كنجيبو لهنا، كنحط هذا فوق هذا، كنزير شوية، كنقلب هاد الزوج، فوالا. بالنسبة لبقية العجين كنديرهم فواحد البلاستيك باش مينشفوليش. نعاود معاكم وحدة، عندي هنا خمسة ديال الشريطة، كندير جوج فوق جوج، هاهي زوج فوق جوج، كنجيب هذا اللي هنا، هذا كنجمعو مع هذا، وهاد الزوج كنقلبهم. وكنجمع من الجناب. صافي، انا بعد ما كملت الكمية كنخليه كينشف وكنبدي كنطيب. بالنسبة للعسل هنا كنستعمل العسل اللي كيكون شوية قاصح. بالنسبة للعسل حضرته هنا في الدار، كاين الروابط ديال الفيديوهات في القناة، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف ولا في آخر الفيديو. باش يلصق لكم العسل في الشباكية خص يكون داير بحال هكا، مخصش يكون جاري. كنجرب واحد شويه نشوف الا سخنات. صافي، بالنسبه للزيت راه سخنات، ديما كنبدي بالصينيه الاولى. بالنسبه للشباكيه راه نشفات. بالنسبه للزيت كندير كميه كثيره ديال الزيت، وبالنسبه للنار ما كنديرهاش مجهده بزاف وما كنديرهاش ضعيفه كاع بزاف، كتكون متوسطه، ونردو البال باش ما نحرقوش، لان فاش كيتحمر بزاف كيبان بحال راه محروق.
ديما نردو البال باش ما نهرسوش الشباكيه، ما كنبقاش نقلب فيها العسل اللي كنهزها وكنبقى نرميها فوقها بحال هاد الشكل هذا. كنخليها كتشرب شويه عاد نصفيها. هذه هي الشباكيه بعد ما عسلتها. بالنسبه للتزيين كتزينوا بالجنجلان ولا باللوز، كتزينوا باش ما بغيتو. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ غنوريكم كيفاش كتحتفظوا بها بلا مجمد، كتبقى مزيانه. هذه هي الشباكيه بعد ما جمعتها، كنديرها انا في البواطه، كنستف كندير طبقه ديال الشباكيه وكندير السلوفان بهذه الطريقه هذه كنحتفظ بها. نتمنى يكون واضح. وبالنسبه للشباكيه ما كنديرهاش في المجمد، كنديرها غير على برا، وفاش كيكون سخون الحال كنديرها في الثلاجه، كتبقى مزيانه مده طويله. وبالنسبه للتزيين بالنسبه للجنجلان ولا اللوز، حتى كنبغي نقدمها ولا شي مرات كنقدمها غير هكا كتكون مزيانه. هذه هي النتيجه ديال الشباكيه. بالنسبه ليا كنديرها رقيقه ما كنديرهاش غليظه. وبالنسبه للعسل شرب العسل ها، هذه هي الشباكيه ديال بعد ما وجدات تقدم بالصحه والراحه. كنقول لكم بسلامة، نتلقاو ان شاء الله في فيديو قادم.